السلام عليكم ورحمة الله يعطيكم العافية. يا رب يا رب يا رب يا رب يا هاي السيارات هذا المقطع نشرب الجيس بس بالكم تشوفون بعيونكم شوفوا الحكومة اللي قاعد تسوي قاعد تطمع وتتلف وهاي بس شوفوا هاي الكتب المدرسية اللي طالب محروم منها ولي الأمر يشتري من السوق السوداء يعني تجي للتلف وهذا التاريخ مالك من المخزن للتلف بس بقى بعيونكم شوفوا هذا واحد من السواق وقاعد يمنعنا من التصوير قاعد يمنعنا من التصوير انا على مودك عمي غير باب رزقك تنتقل بس شوفوها هاي سيارات الحكومية قاعد تجي تنانة تتلف بمعمل بس خلي يشوف المسؤول خلي يشوف اي واحد في الدولة خلي واحد شوف هاي قدام ولنيته قديمة اللي صورناها قبل فترة صورناها هذن اللي نزلنهم التريلر هاي قبل شهر شهر تجي 4-5 تريلات وهسه هذا